إطلاق نار على سيارة للمواطن فيه. وكما تشاهدون رصاصة من الزجاج الأمامي باتجاه السائق الذي كان متواجدا بداخل السيارة ولم يتمكنوا من اختطاف المواطن. الأجهزة الأمنية تواجدت في المكان، والمجهولين أو الملثمين الذين كانوا في المكان غادروا المكان بعد أن لم يتمكنوا من اختطاف صاحب السيارة. هلا هلا، صباحك، كيفك، شو أخبارك؟ الله يخليك. في العجل على ما يبدو. يعني احنا بنحكي عن أربع طلقات نارية كما تشاهدون، أربع طلقات نارية. الحمد لله انه ما في إصابات يعني، وهذا لربما مطمئن، ولكن الوضع بشكل عام حقيقة كل يوم، وهنا يجب أن يكون وقفة جادة من عطوفة المحافظ وكذلك الأمر، قادة الأجهزة الأمنية وكذلك الأمر، العشائر أيضا، الوجهاء جميعهم. الموضوع ليس عبيد المحتسب، الموضوع في كل يوم نستمع لطلقات نارية على المحلات التجارية، على بعض المنازل، على بعض، يعني هذه رصاصات لربما لو أصابت أحد كانت قاتلة.